أنا صغير صغير والله يا مرفوعة. شوفي مشي قد جبتيها يا بنتي، شوفي خلي ربي الله يرضي عليك غير شوية عليها. يا راه مازال ما بسنا والو يا راه. عرفتي أنا مرفوعة نعاس 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 والله والله لا توحشة توحشتنا هاد البنيات. وري وري قوي يا ياسين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وفين حسن؟ صافا. واش راك قريب للدار ام حسين صافا؟ وانا وثقنا صاحبي راه حنا شويه كنسمع بنتها والله راه توحشنا الوالده انت صاحبي ديال مربوطه وهادي. ايوا راك عارف ام حسين اش تصبر وصاح. اش غتصبر اخويا انا دابا شنو مريضه والله العظيم ما هو لا باش انا راه جاي على ولدي اقسم بالله. شنو كتقول للوالده شي كلمه ديال الحب للوالده؟ اخويا الوالده الحب ديالها لا يوصف اخي حسن دابا خصك تطلقني انا جاي نشوفها وهادي. يلاش يا محسن واحد الدرجه ما تخيلهاش. شنو قلت يا محسن؟ قلت لك راه تحشر واحد الدرجه ما تخيلهاش اصاحبي. راه الحياه بلا ام راه ما كتسوى حتى حاجه. والوليد بلا ام غير هي عطيتك. والوليد والوليد عاوتاني هذاك راه ما نهضروش عليه. الوالد والوالده ما كنفرقوش بيناتهم اللي كيفرق بيناتهم هذاك عنده فكره غالطه. يا محسن بالنسبه لي الوالد ولا دابا كاين الوالد ولا ما كاينش؟ كاين راه عند فاطمه الزهراء وكاين دابا يجي دابا انت يجي دابا يلا دابا نزاخي الحسن يلا. ولكن انا اخويا ما تطلبليش خمقوم كان الحسن صدقني الوالده انا الجو ما تعطيش خمقوم. صافي الله غير ما سلمش انا هذيك كاع اسيدي. انا بزاف اخويا الوالد الله يساليك. صافي اجوبه والده صافي. ايوا انت دابا غنديرو معاك لا مقاليف لا والو غنجيبوه بالحقيقه ونحطوه قدام وغادي تجي بحال هكا وغادي ديري له بحال هكا ونشوف واش تقدر تعاود عليه. دابا لا هذا ماشي هو. لا 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 العيا ديالك خلاص صافي. اه تقدر تفرق بيناتنا حنا بعدا. ايوا والله عندك ضيف ربما شحال هذه الا شتيش ربما ما تعرفهاش. ايوا انا غادي انا غنتعوضوا له في الباب اجيو معنا. لا ماشي ما كتعرفيش كتعرفي والله انا عرفت تعقلي عليه ولا ما تعقليش. ايوا هذا هو اختي شحال هذه اشتركوا في القناة ما تعرفش.
الله سكتونا واحد دقيقة الله يجازيكم بخير نشوفوا واش تعرف عليه الوالدة ما تعرفش عليه الطيف الوالدة وطحان غادي يدخل وغنشوفوا يلا صفقوا 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 كيش الوالدة أبين طويل هذا الوالدة طويل طويل آه هو هذا هو 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 ما زال ما عرفاش واش ما زال ما زال ولي 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 لا 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 بس الناس ولا اخر داك اللي في الرشيد اش سميتو بسو لا بحال بسو واش تي شري بسو اللي في الرشيديه ولكن الجو شويه بارد تما ماشي بحال هنا الحراره بزاف الله يسلمك اختي موجودين راهم كاينين راهم مشاو هما مشاو جيت انا وراه غنجيبهم ان شاء الله ضروري واحد يومين كاين اخويا كاين ماشي دابا الكبرى خليها حتى المراد لها واش المريزه العجيبه ولا شي عجيبه هذه ماشي العجيبه هذه راه عجيبه هذه خصها الوالد بهذا الحضور الوالد الوالد اخويا راه شوف ولدي ها وجهك كملك وانت يا ولدي كيجبني ما كنفهم والو جيب لي باليزه ديال الذهب وانت يا ولدي انت هو الوالد هو الوالد الله يرضي عليك يا ولدي والله ينور المتتبعين ديالنا الكرام الحمد لله اليوم جينا وتشوفنا مع العائله صراحه ديال سيدي الحمد لله شنو كنتفرجوا فيهم احنا معاهم اليوم وتتمنوا هاد اللمه تكون مجموعه ديما والحمد لله راه حنا مازالين مجموعين وديما نبقاو مجموعين في الفضل ديالكم المتتبعين ايه ولدي وهادشي اللي كاين السي الحسن اتفقنا الله غير القهوه محسن الله القهوه صح صباح خويا شنو دابا الناس ديال الجالية ضروري خصهم يفهموا النوبال هذا النوبال اللي ما صلى على النبي ما يقصدش الحسن عندك الحسن راه ما عرفتي ولا عطيهم في لي كومونتير دابا الحسن صوب الفيلا راه كي دايرين ولا تيسوا النوب انا شوف قال لي جيب واحد الصويط من هذاك المهم قال لي الشرطه ما تهضرش عليهم الشرطه يا خويا وكل سيدي هذا اللي خليتي لعبتي ما تهضرش عليهم الحسن تهلا في راسو الحسن يلبس قول سيدي على سلامتك على سلامتك الله صبر راك غادي نلبس لي جمعتي دبر علينا راه القضيه ما هي تنردوها في السوق الجاي تيصبر دابا ان شاء الله هيا شي بخير راهم في الرباط ان شاء الله تعالى راهم تيبروفيتو مزيان جاهم مساكين هما مشاو غادي نجيو غادي نجيبهم واحد ثلاث ايام اربع ايام وغنطلع نجيبهم هما سبقوني وانا جيت من وراهم الحمد لله وصلنا الله غادي حتى هي والله غادي باغا تجي وباغا تشوف مال الدار دارها ولدي دارها كل شيء ولدي دارهم يجيبوا الدار ديالهم وعلى سلامتكم 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 وع
كندعو مع كاع الناس مساكين اللي ما عندهمش توريقات وكيتمناو يشوفوا هذا اليوم الله يسهل عليكم اخوتي. قول صراحه كما كتشوفوا اليوم جينا الوالدان العرايسات الحمد لله مساكين مستقبليني فرحانين بيا الحمد لله. حيت صراحه عبد الله باش تعرف هنا كتعرف بان راه الدم كيجري في الدم ما بيناتناش حنا ديك القضيه ديال الغدار ولا التفليه ولا الحمد لله حنا خوت والمعزه كتكون من القلب والله اخوتي المتتبين المعزه من القلب ماشي زعما بدون حتى حاجه والوالدة الحمد لله تسمعك ولا امراه تمي داس عليا ايوا الحمد لله دابا المتتبعين انا عارف الحاله ديال الوالده واحد القضيه راه قالها حسن خويا عنده الصح الوالده ما كتقولش حتى توصل لها الناس تنصبر على هذه المشكله تاع قسمه ديال الناس ما كتقولش دابا ما تقول ايوا ما تنبغيش نغيركم ما تنبغيش نصلحكم ما تنبغيش كنخبر شويه على اليوتيوب تنحشم راه والله الا كان وليت غنبقى نحشم غير كنخبر ديك ست شهور راكم عارفين ولكن فاش كنوليو نرجعو كنشوفو الوجوه كنشوفو الحمد لله مرحبا بيا البنات الوالدات حسن خويا ياسين الحمد لله هذا هو المهم هو حسين شكون اللي غاسمع داركم 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 واش نعرفك تاخذ ليا خويا شوف هو حسين دابا خسر هذا يا يامي الله يعاون مالي الجالية وليداتي اللي راه تما الوليدة صراحة ديال الغربة راه صعيبة الغربة يا ولدي قالها لي عبد الرحيم قال كان الوالدة صعيب 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 حسين من جوجب ربي الله يرحمها هي فريزة من زرق الله لا نفوت راه عيط له بلجيكا هو يقول لي قال لي عليك تنسى الباليزة العجيبة هي الأولى هذيك راه طلعت الطوندونز ذاك الوقت لا لا طلعت الطوندونز العجيبة الوالد كنت متتبعين ما بقى كيهز واحد الحوايج ديال عام الأول كنحقق عليها واز واحد سرواد هو داك قالت هذا ديال أهلي قالت هذا غيجيك دي واسع المتتبعين ديالنا كيبقاو فوق راسنا علينا وديما كنحتارموهم وديما عزازين علينا الصراحة الله وتنشكرهم بعدا وقفوا مع اختي رشيدة مسكينة في البنية ديالها كنشكركم بزاف وكنت كنقرا لي كومونتير كاملين وكنتواصل مع خويا حسن ديما هذا هو الفضل الكبير كامل اللي كنشكركم صراحة تعرفتوا مع اختي رشيدة هذا هو المهم هذا كيبقاو متتبعين عندنا ولكن بحال الوصفة وكنتلاقى معاهم في الخفاء يعني حنا برا بلجيكا مساكين وتيقولوا لك راه حنا معاكم وكنتمناو ان شاء الله تكونوا مجموعين وحتى حاجه ما تفرقكم وحنا راه ديما مجموعين وكما قال خويا حسن حتى حاجه ما تفرقنا حيت تيريت الله والارض ما عليه الحاجه اللي تغيرنا حنا راه راك عارف ما حنا ما نديرو بها لا ولا كاين الوالد اشنو ما خصنيش الشكر عامر ابو راه عامر خويا هاد الشكر هذا باش هاد الكيكه واحد فيها واحد كاسكروت برد حسن دابا اش كيدير؟ دابا حسن داير بحال داك اللي كيبيع اللي اش كيقولوا كيبيع القرض وكيبيع القرض. ايوه حسن دابا راه شاد تيدير لهم الحديدات وكيخزنهم وكيقول لي واش كاين شي محسن. حسن
واحد عامين وتتبعيه خرجنا معاه خرجنا معاه وقلنا هذا راه غايب رحنا صافي قال غير زيدوا ما تخموش قال لكم صافي الغداء انا صافي قال تتكلم بالفطور وانا نتكلم بالغداء هذه في تطوان المهم قلنا صافي نخليوه حتى الغداء ونشوف شنو غايدير هاي برعنا فطر مزيان بعدين تندوزو حنا داكشي اللي تشهيناه هو ما خصوش ياكلوا لنا تنقولوا شوفوا الحسن ويلي عرفتي هذا الحوت هذا كيفاش يقول انا اللي تيبان لي شنو غيكونوا دايرين فيه حيد تبعني اجي شوف هاد الدجاج داك شي غير مولاكي اللي ما طيبوش وبقى علينا بقى علينا بقى علينا عرفتي ولا وتدخلنا عند واحد مول كاسكروط هاد قالك والله ما تيدير واحد الحرق واحد راسو اللي كتبقى تيعدو ديما هو تيضرب غير 400 سندويتش الله يلاه ياكل الدجاج كاملين بشي 70 درهم ولا كذا ولا والله العظيم اللي درنا في الحوت هما الرجال ما عندهم ما يدوش دابا غير تكون كاسكروط سمع على الدجاج دابا غير تكون الا فطر مزيان ماشي مشكل هاد كامل هذا قبيله قالها هذا قبيله ولكن واحد الجانب راه عنده الصح دابا كاين الناس اللي ما كيكونوش عارفين تيكون كيجي الجوع وما عارفش كيتقدم وكيصدق تيقول غير زيد مرحبا بك راه كيكجمك بغيه هضره ملي كتجي الثمن كتلقى واحد الثمن باهظ انا اول حاجه كنقول الثمن شي واحد تيعجبني في هذه القضيه واحد تجي تزرف عندنا حنا حسن حسن يقدر ياكل بوغ يخلصوا تيعجب هو واش تيقول له ارنا خويا ذاك الموني واش كاين شي عماره واش كاين كتكدر ياك ما هذا ما كتكدرش وشوفوا لي شونتيون شوفوا المسيرين واش انت كتكون في الثاني في شي موني وبعد راحت لي واحد العام في الشمال كتحكي في راسك قسم بالله مشينا كنت عرفت على شي ناس وداك الشيء كنت مع المراه وعرفت على شي ناس وداك الشيء كانوا معانا اقسم بالله الوالده باش تحسب لي قرعه كوكا على رقبتها 500 درهم ما تحاجش معاه في الاول تيقول انا اربعه كوكا اربعه سيدي لي اربعه ديال سيدي واحسب لي 25 درهم بحال ليترو ديال غير ما غير مول موضه تضرب على 5000 اقسم بالله لا 5000 ريال غير مول موضه بصح هادي زعما ماشي شي بلاصه اخرى هي مجهده ما كنت ما ندير ما يمكنش غنبقى نشد معاهم الناس كنعرفهم حشمت كيوصل داك الصيف تيبغيو يتسالاو ولكن كاين شويه ديال هذا دابا ما تيجيش عندنا فازون زين زعما الصراحه شي جوا صغير فيها شويه لاباس لا ماشي والله هذه هذه النقطه هذه قوي الاحتجاج ما يجيش يمشي دوا والله انا ما كرهتش نمشي كاع حتى الودان شوف بلادنا سيدي حتى الودان كاع كيحسوا حتى الهضره هي المغرب لا الرفاع الرفاع شوف بلادنا زوينه صراحه هاد الصوت اللي كنا فينا المكسر بزاف ودير معاهم تما القوامل شوف يلا لي لا شو عمره غنتكلم باش غير تفرج البنات
غتديهم ولا غتجيب هادشي لهنا غتديهم ياكلوا واحد البلاصه صافي صافي حنا ضروري انا دابا المتسبعين باش تعرف واحد القضيه فواحد الزهره دايره الغدا دايره الغدا وراه نوضو نمشيو كاع عند فاطمه الزهره يلاه سيدي يلاه سيدي على بركه الله سيدي يلاه شوف غير فرقني عليك هاد النهار خلينا انا نقول لك عافاك لا لا انا ولدي اليوم جاي كنضحك معاك زيد يلاه شنو غتغدى لي يلاه زيد يلاه بسم الله كيفاش واش تجيب مورا الله سيدي الله يعافيك كلشي كان اصاحبي دي سي مورا دا شلاطا المهم متتبعينا الكرام حنا جينا شفنا الوالده ديالنا مسكينه راها بخير وعلى خير ولكن المتابعه الوالده خصنا نجي نهضروا على واحد القضيه فاش تحسي براسك ماشي هي هذيك راه فيها باس ولد راه المرض هذا راه طاش كيطيح بنادم لا 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 راه اكبر غلط هو هذا جلس بنادم حتى يطيح من بعد الله يستر الجيش لقاو شحال لقاو عنده لابونسيون 23 ايوا 23 متتبعين الحسن لاباري نسيتيها الحسن لاباري سي جي با حتى نقول لهم غنصبح شويه غدا غنصبح شويه الحمد لله ولدي ولكن امي لا خصك تبقى تعبي الطونسيون لا 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 تبقى الطونسيون لا لا الحمد لله ايوا يا ولدي الوالدين ولدي الله يرضي عليك يا ولك عرفتي راه خاسر من ولدي راه اللي عطيتيها لوالديك راه ما ضيعش فيها والله العظيم محسن ماضيين ومحضيين كاملين انا الوالد لدابا والله اخوتي المتبعين ما نكذب عليكم والله الوالد لدابا مازال كنخاف منه انا على رحب انا راه يحلفوا فيا جدرمي ويحلف فيا الوالد يقلبوا عليا جدرمي ما يقلبش عليا الوالد اقسم بالله ها كنشوفوا هكذا كانت ديك الهيبه ديالو ديما كتبقى فيها ديما ديك الهيبه ديال الوالد ما كنساوهاش هذاك الرضايا والصراحه الوالد الانسان اللي مرضي الانسان اللي مرضي ايوا بقينا متتابعين ديالنا نقول لهم مازال بقى لنا غيبقاو حتى مخير في المغرب ياك ايوا غير كي قال هذا قطع بعدا غير نمشيو نصبر ديالنا الله يهديك نكملوا في الباب قطع قطع على يدك خوتي تبغاو الصراحه قربوا باش يجلسوا ولا كاكاو دي راه محسن زعما جا ضيف وهذا خليه ياخذ راحته مع الوالد وداك الشيء غير سلام محسن غير سلام شوف غنمشي نجيب لكم واحد الماكولات واعر انس راه محسن السوا صار وغنشاركوا معكم ان شاء الله يا ربي شنو غادي نجيبو شي جمونيو كحتك شويه غيبقى معنا دابا رشيده حسن وانس ومالك نجيبو خمسه مزيانين وي بلاتي عسل دابا حتى نتشاورو بلاتي كيعجبو ما فطرنا المتابعين زيدو نصبروا بلاتي شويه ما فطرنا حتى 12 يعني ما كناش عوالين محسن جاي راه داه لنا مفاجاه والله تاعي يا زلمه غنمشي ناكل ونخليكم يا راجلي جاي غيديني ناكل في احسن ريستوره ويلي 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 ها ما خليش حصه والله ما انا والله ما دوز لي بلا حصه غير كون هاني بلاتي تمشي غير سير الصراحة خصنا نمشيو كاملين الصراحة فغير نجلسو معاهم يلا فغير نجلسو معاهم الصراحة دقيقة شوف يلا فغير نجلسو حنا عاد نجلسو شربت واحد العصير ديال الشركة واش كاين خصني واش كاين خصني شي حاجة واش كاين واش كاين شكل في الطريق وداك من دوش الحرارة ورقة داك ديال الشركة يلاه نمشيو ناكلو تما مجموعين واخا غنجلسو حنا غير نديرو الصور مع الناس لا شوف كلام قيمه لا والله غير الصواب الصواب كما قالت هذاك خونا قال لها مجرني راه ما فيها ياكل كلا جوج خبزات قالت له بواتشا غير فيك اللي ياكل والله العظيم متابعينا شوف ديروا غير الصواب رشيده صراحه احسن غدا درناه البارح راكم شفتوا المتابعين ديالنا لا فيديو والله العظيم انا من ذاك الحد البارح الى بقيت معانا ما زعما ما عنديش غرض زعما ما مش هي حتى حاجه المتابعين يلا غنديروا الصواب بعد يعطيكم علينا باغا نتسنى الحسن راه جاي ديري الصوب رشيدة وشوف ما صليتش الظهر غنمشي نصلي الظهر يلاه تتبعين ها السوات في الباب يلا احفظي بسم الله يلاه غنمشي ندي ايا العمي توحشها فين ايا ايا دات هاتيتي يلاه انس ملي كتمشي واحد خرج ما كتسولش انا السوعة انا تقول لها ماماك فين الظهر عمتك فاطمة بزاف واحد الغطا خطير نوض 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 سربي 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 يلاه في صندوقك يلاه متابعينا راه فيها نقولكم مع السلامة إلى بلوك خادم إن شاء الله يربي إن شاء الله في راسكم أختي رشيدة غتبقى في الدار او تنشوفوا ان شاء الله يا ربي ياك كلشي خوا كلشي مشى عند فاطمه الزهراء ودابا ان شاء الله يا ربي التتيمه ديال لا فيديو فين غنشوفوها انس فين غنشوفوا التتيمه ديال لا فيديو نشوفوها عند عمتي فاطمه الزهراء يلا قول لهم انا مش تشوفوا لا فيديو عند عمتي فاطمه الزهراء